فاضل، نشكرك جزيل الشكر على إتاحة لنا هذه الفرصة والحديث الجيد والطيب على مدينتنا الحالمة مسعد. كلمة أخيرة أستاذي فاضل. كلمة أخيرة أوجهها إلى شباب مدينة مسعد، وأنا صديق لكثير منهم في الجامعات الجلفية، طلبتي وأصدقائي وبعض الأساتذة، أقول لهم الله الله في مدينة مسعد، أحبوها لأن فيها ماضيكم وفيها تاريخكم وهي واجهتكم، سواء كنتم فيها أم كنتم خارجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.